يعتبر مشروع كفالة اليتيم من المشاريع المهمة والحيوية في مؤسسة اليتيم الخيرية، حيث تسعى المؤسسة على ربط حلقة وصل ما بين المتكفل والميسورين الحال والأيتام. وهناك ثلاث أنواع من الكفالات: كفالة حشد شعبي أو عمليات إرهابية 100,000 دينار، كفالة يتيم متفوق 125,000 دينار، كفالة يتيم مريض 150,000 دينار. وتشمل الكفالة كذلك العناية باليتيم من النواحي النفسية والتربوية والعلمية، حيث تكون هناك لقاءات مستمرة ما بين اليتيم وما بين المتكفل في داخل مؤسسة اليتيم الخيرية. وعلى الإخوة الراغبين المساهمة في هذا البرنامج الرجاء إرسال المبالغ على المصرف أو عنوان المصرف الموجود أسفل الشاشة، أو عن طريق حوالة عن طريق الويسترن يونيون.